إذا ننتقل مباشرة للحديث مع مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسي. أهلا وسهلا بك سيد عمر. سيد عمر، يعني مقتل الشاب مصطفى محمود يونس، ماذا يمثل قتله بهذه الطريقة؟ يعني ويمثل هذه السلسلة من الاعدامات الميدانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، إن كان بشرطته أو عبر شركات الحراسة والأشخاص الذين يشتركون بشركات الحراسة. يقتلون اليوم العربي الفلسطيني فقط لأنه عربي وفلسطيني بدم بارد، مع أنه كان بالإمكان أن يتم، يعني إذا كان هناك مخالفة، القبض عليه وتقديمه للمحاكم، ولكن لا يعقل أن تكون الشرطة هي الجلاد وهي الحاكم وهي التي تنفذ العقوبة وتقوم بالإعدام. ولكن هذه الحالة تنضم لأكثر من 57 حالة إعدام ميداني تم تصفية شباب الداخل الفلسطيني منذ عام 2000 من هبة القدس والأقصى، دون حسيب ودون رقيب، دون عملية متابعة حقيقية من قبل الشرطة في التحقيق في ملابسات هذه الجرائم، ودون كذلك الأمر فتح ملفات من قبل المحاكم الإسرائيلية بالذات محكمة العدل العليا، التي لطالما أغلقت مثل هذه الملفات بحجج واهية أن المصلحة الأمن دولة إسرائيل ومصلحة الحفاظ على سلامة ورجال الأمن أكثر وأهم من مصلحة الأشخاص الذين يتم تصفيتهم وقتلهم بدم بارد. نعم، ولكن نحن نتحدث عن شاب مريض، هو ذهب إلى المستشفى لتلقي العلاج، هذه هي الأخبار التي نعرفها، وهذه هي الأخبار التي تناقلها أهل القتيل مصطفى محمود يونس. إلى أي مدى سيتم متابعة هذا الملف؟ يعني سنقوم بالمتابعة القانونية وطرح الموضوع في القضاء والتحقيق في الشرطة، ولكن يعني على ما يبدو أن الشرطة الإسرائيلية لا يهمها إذا كان مريض أو كان طفل أو كانت امرأة، فهم قتلوا الأطفال وقتلوا النساء، قتلوا المدنيين العزل، وهذا المريض الذي ذهب لعملية تلقي العلاج في مستشفى تل هشومير وخرج جثمان عمليا هامد، يعني أمام امرأة من أمه، وعمليا هذه يصور كم هي الجريمة بشعة أن يقتل شخص ويعدم وتمزق الرصاص جسده أمام نظر أمه، بالفعل جريمة صعبة جدا، ولكن هذا يدل على العنصرية والحقد والكراهية. هذه الرصاصات كانت مجبولة في الحقد والكراهية والعنصرية ضد كل من هو عربي، وبالتالي نحن نشير بأصابع الاتهام ليس فقط للمنفذ في مثل هذه الحالة، وإنما للذي يقومون بالتحريض ضد العرب والفلسطينيين من عمليا أعضاء الكنيسة ومن وزراء ومن رئيس الحكومة، الذين دائما عمليا يشكلوا يوجهون للعرب يعني أسهم التمييز العنصري والتحريض، والذي يقوم عمليا رجال الشرطة وعمليا الرجال في شركات الحراسة في تنفيذ هذه العنصرية بقتل دون حسيب ودون رقيب للأسف الشديد. سيد عمر خمايسي ابقى معنا، سنتوجه إليك لاحقا، ولكن الآن نتوجه للحديث مع عن القائمة المشتركة هبة يزبك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. كنتم اليوم في المظاهرة التي حصلت من أجل التنديد بقتل الشاب مصطفى محمود يونس، صحيح؟ نعم، شاركنا اليوم بالمظاهرة الغاضبة حقيقة ضد مقتل الشاب مصطفى يونس على مفرق عرعرة وعارة. شاركت مجموعة كبيرة من الشبان ليعبروا، والشباب والشابات طبعا، ليعبروا عن موقفهم من حادثة القتل التي حصلت بالأمس، ضد حوادث وأيضا الجرائم بالأحرى القتل التي حدثت وتحصل ضد شبابنا العرب من قبل أجهزة الشرطة. يتم قتل الشباب بدم عرب فقط بتهمة بدم بارد عفوا فقط لكونهن شباب عرب، وبالتالي المظاهرة تم محاصرتها وتم مهاجمتها أيضا من قبل قوى الشرطة واستخدام المياه العادمة والعنف ضد الشباب، وطبعا اعتقالات لمجموعة من الشباب. البديء يعني الأمر العبثي هو أن هذه المظاهرة تأتي ضد العنف الشرطوي وضد الممارسات التعسفية ضد الشباب العرب من قبل أجهزة الشرطة، والآن الشرطة هي نفسها في مظاهرة، يعني في أكثر حدث وفي أكثر عملية احتجاج سلمي الشرطة أيضا تأتي لقمع هذا الصوت وقمع هذا الموقف. بالتالي الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة لا تريد حتى للفلسطينيين العرب في البلاد أن يعبروا عن موقفهم حتى من خلال الاحتجاجات السلمية الطبيعية، أداة شرعية ديمقراطية طبيعية.
في أي مكان بالعالم، ولكن هنا يتم قمع الشباب ويتم قمع المتظاهرين مجددا فقط لأنهم أصحاب هذه البلاد، لأنهم عرب، لأنهم فلسطينيين. نعم، شكرا لك جزيل الشكر، العضو عن القائمة المشتركة هبة يزبك، شكرا لك. ننتقل إليك أيضا مرة أخرى مجددا المحامي عمر خماسة، يعني هذه ليست الحادثة الأولى، ماذا يتوجب على أو على فلسطيني الداخل فعله من أجل عدم يعني أو عدم ترك هذه الملفات مفتوحة أو مغلقة دون متابعتها؟ نعم، يعني واضح جدا أننا لا نرفع الراية البيضاء ويعني عمليا نبكي على الأطلال دون أي حراك، بالتالي سنقوم بالحراك القانوني القضائي، نطرح الملف أمام الشكوى أمام الشرطة للتحقيق والمستشار القضائي للحكومة للتحقيق في ظروف هذه الجريمة، ومن ثم سنتوجه إلى القضاء. وكذلك الأمر نحن كمؤسسة ميزان يعني لحقوق الإنسان يعني رفعنا شكاوي، أكثر من شكاوي عديدة لأشخاص تم إعدامهم ميدانيا ووضعت أمام المقرر الخاص للإعدامات خارج القانون في الأمم المتحدة، ننتظر الأجوبة وننتظر القرارات عليها، ولكن هناك كذلك حاجة لالتفاف ولنضال جماهيري شعبي يرفع هذه الصرخة مدوية أمام يعني العنجهية الإسرائيلية في تعاملها معنا في فلسطين الداخل والقمع الذي يقوم فيه. نعم تفضلت وقلت هي يعني جريمة أخرى، وهناك كثير من الجرائم التي حدثت هي نعم أرقام، ولكن خلف هذه الأرقام عندما نقول يعني 57 شاب تم قتلهم على يد الشرطة الإسرائيلية بالإعدام الميداني، كل رقم وراه عمليا قصة حياة كاملة، ولكن هذا هو الحال الذي نعيشه في دولة إسرائيل التي تدعي الديمقراطية ولكن هي بعيدة كل البعد عن الديمقراطية، وإنما تتعامل كدولة فاشية عنصرية تميز ضد كل من هو فلسطيني وعربي. نعم، شكرا لك جزيل الشكر، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان المحامي عمر خمايسة، شكرا لك. شكرا لك.